الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولا شريك له. بسم الله اللهم صل اللهم صل على محمد. جو حضرت نے پڑھا اس کو نہیں مل گیا اب میں مجھے بھی پورے نے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ سونے تو بہتر جانتے ہیں ہماری راتوں کو ہماری منزلوں کو. محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ اس ختم کا اہتمام کیا. ختم پاک پڑھایا گیا فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک پڑھا گیا. تمام کا ثواب تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی بارگاہ اس میں ہدیہ و تحفہ تن عاجزی ان کی ساری کے ساتھ پیش کرتے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ازواج مطہرات، اہل بیت، آل اولاد روتا جس کا ثواب چاہتے ہیں قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابین، تابعین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، شہداء، شہداء کربلا، تمام بزرگان دین، مشائخ اعظم، پیران دین، سید عبدالقادر جیلانی، حضور کی تمام امت مصطفیٰ دل تک اس قسمات قبول فرما. خصوصاً خصوص اللہ بابا جی محمد شریف دل تک شفیع دل تک اللہ بابا شفیع دل تک قسمات بہتر جانتا ہے میرے اللہ کی قبر کو کروڑ حرام کرتا. میرے بھائی صاحب کے جتنے بھی لاحقین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ہم سب دل تک اس کا تمام کی قبروں کی کروٹ تک ان کی مغفرت فرما میں جنت میں اعلیٰ مقام تھا. اس خیرات کو قبول فرما. میرے بھائی صاحب اس ویڑے میں صدا بخشات فرما، رزق مال جان کی خیر فرما. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رب، یا اللہ تو رحم فرما. اللہ جو وبا پھیلی ہوئی جانوروں کی بیماری آئی ہوئی، اللہ کربلا والے بیماری کا واسطہ تو رحم فرما. اللہ جانور آمین. جو جانور بیمار ہیں میرے مالک ان کو صحت عطا فرما. اللہ اپنے عزیز کے سچے بچوں کی بھی خیر فرما. آمین. آسمانی آفات پر یاسمان آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.